السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. بناء على رغبة حضراتكم وبناء على طلب حضراتكم في الفترة الأخيرة عن فيديو كيفية فتح الموبايل لو نسيت النقش أو الباسورد بطريقة سهلة وبدون فورمات أو روت وبدون فقد أي صور أو أي فيديوهات، النهاردة بناء على طلب حضراتكم عملنا لكم الفيديو ده بطريقة سهلة وبسيطة وبدون فقد أي صور أو أي فيديوهات وبدون حاجة للبي سي أو السوفت وير أو حاجة للكمبيوتر، بالتالي طريقة ناجحة جدا جدا جدا. أول حاجة هنبدأ ندخل النقش بالشكل ده، هيبدأ يقول لي النقش خاطئ أو الباسورد خاطئ زي ما احنا شايفين كده، والطريقة دي ناجحة جدا ومضمونة. ياريت نشير الفيديو ده لكل أصدقائنا ولكل أصحابنا علشان الكل يستفيد وعلشان نقدر نفيد أكبر عدد ممكن. هنبدأ نخش على المحاولات بتاعتنا، هيبدأ يقول لي النقش خاطئ أو الباسورد خاطئ، وهيبدأ العداد ده يعد معانا بالشكل ده. هنلاقي قائمة مكتوب عليها نسيت كلمة المرور أو مكالمة الطوارئ، هنبدأ نضغط على مكالمة الطوارئ، هتبدأ القائمة دي تظهر معانا. نبدأ نكتب الكود ده بشكل صحيح، ما نكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم زي ما احنا هنشوف دلوقتي بالظبط. تكتب الكود بالشكل ده، هنبدأ نضغط على شباك 1 5 6 3، حلو. هنبدأ نضغط على نجمة ونبدأ نكمل الكود معانا، والطريقة دي أحب أكد إنها بدون فورمات أو روت وطريقة ناجحة جدا 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 وكود سهل جدا جدا جدا، ولكن تابع معايا الشرح للنهاية علشان تستفيد بشكل كبير. هنضغط على 9 6 3، وبحب أشكركم على كومنتاتكم الجميلة في الفيديوهات الأخيرة، بشكركم جدا على كلامكم الجميل، وبحب أشكر كل واحد بيدعمني بلايك، وللعلم أنا بقرأ كل الكومنتات وبعمل عليها كمان قلوب، وبشكركم على كلامكم الجميل في الفيديوهات الأخيرة. 2 5، وببقى سعيد جدا لما حد يقول لي الطريقة نجحت معايا وطريقة ناجحة، بفضل الله ببقى سعيد جدا جدا جدا. ويا ريت نصلي على النبي في خانة الكومنتات تحت. 9 6، هنبدأ نكتب الكود بشكل صحيح، وأحب أأكد إن الكود ده في بعض أنواع الهواتف بيشتغل من تاني مرة، ونادرا لما يشتغل من تالت مرة. أحب أأكد إن الكود ده لبعض أنواع الهواتف بيشتغل من تاني مرة، ونادرا لما يكون نوع الموبايل قديم شوية بيشتغل من تالت مرة. 1 4 6، وياريت نشير الفيديو ده لكل أصدقائنا ولكل أصحابنا علشان الكل يستفيد، وعلشان لو احتاجنا الفيديو ده في أي وقت نقدر نلاقيه بسهولة، وتقدر تجربه في أخوك أو أختك أو تجربه في صديق من أصدقائك. طريقة ناجحة ومضمونة جدا جدا جدا. 3 6، سبعة، أربعة، زي ما احنا شايفين كده. 9،3، 9، بالشكل ده.
تلاتة، ونضغط على نجمة، تسعة، ويا ريت نوصل الفيديو ده ل20,000 لايك، ستة، وبالنسبة للناس اللي بتقولي حضرتك بتتجاهل الكومنتات بتاعتنا، أنا عمري ما تجاهلت أي كومنت وبقرأ كل الكومنتات، ولكن لسهولة التواصل ولسرعة الرد أترك أكتر من كومنت، فبالتالي هقدر أرد عليك بشكل سريع. وبالنسبة للناس اللي بتطلب فيديوهات معينة أكيد بعملها بشكل سريع جدا، ولكن أكيد الأولوية للمشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، وأكيد بيبقوا عاملين لايك على الفيديوهات، فبالتالي الفيديوهات اللي بيطلبوها بعملها بشكل سريع جدا بناء على رغبتهم وتقديرا لشخصهم الكريم. وبعد كده هنبدأ نضغط على شباك ونبدأ نعمل إعادة تشغيل للموبايل، مش إيقاف تشغيل. الكود ده أحب أكد إنه في بعض الأحيان بيشتغل من تاني مرة، ونادرا لما يشتغل من تالت مرة، وده لبعض أنواع الموبايلات مش لكل الموبايلات. لو الكود ده ما نسيبش نوع الموبايل بتاع حضرتك، حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت، وانا في اقرب وقت ممكن هعمل عنه فيديو، او هسيب لك الكود الخاص بنوع هاتفك في خانة الردود. ولكن اكيد الاولوية للمشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، واكيد عاملين لايك على الفيديو. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، سلام.